بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، وبعد. باب الشركة. الشركة في اللغة معناها الاجتماع، معناها الاجتماع في الشيء، ومعناها في الفقه الشركة اجتماع في استحقاق أو في تصرف، اجتماع في استحقاق أو اجتماع في تصرف. فالاجتماع في الاستحقاق يسمونه شركة الأملاك، كأن يشترك اثنان فأكثر في ملكية دار أو بستان أو أرض أو سيارة أو مصنع أو غير ذلك. هذه تسمى شركة أملاك، لأن الجميع يملكون هذا الشيء وليس لفرد واحد. ومنه قوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني الإخوة لأم، يعني يستحقون الثلث. وهذه شركة أملاك. وأما النوع الثاني وهو الاجتماع في التصرف، فهذا يسمونه شركة العقود. شركة العقود، يعني يشترك جماعة اثنان فأكثر في عقد من العقود، كأن يشتركوا في نوع من أنواع الشركة الآتي بيانها: شركة المضاربة، شركة الوجوه، شركة المفاوضة، وهكذا. هذه شركة العقود. ومنها ما يسمى الآن الشركة، الشركات المساهمة، الشركات المساهمة، يعني من شركات العقود، يعني يشترك اثنان فأكثر في أن يبيعوا ويشتروا وأن يكتسبوا وهكذا. شركة العقود. والشركة بنوعيها، شركة الأملاك، شركة العقود، جائزة بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم. أما الدليل من الكتاب ففي قوله تعالى: وإن الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. خلطاء يعني الشركاء، خلطاء يعني الشركاء. ليبغي بعضهم يعني يتعدى بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فهذه الآية دليل على جواز الشركة من القرآن. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى
يكون مع الشريكين الصادقين بأن يوفقهما ويرزقهما، فهو معهم بإعانته وحفظه لهما بسبب الصدق، فهذه معية خاصة. وهناك معية عامة كما في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم، هذه معية عامة لجميع الخلق، معنى أنه يحصي عليهم أعمالهم ويحاسبهم عليها المؤمن والكافر، معية عامة لا تختص بالمؤمنين، وهي معية إحاطة ومراقبة ومحاسبة وجزاء. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز الشركة في الجملة، وذلك لأن الإنسان قليل بنفسه، فإذا تعاون مع إخوانه ومع بني جنسه في القيام بما ينفعهم تعاونوا وسهل عليهم هذا الشيء. فالشركة فيها فوائد للناس، ولو منعت لتعطل جانب كبير من معاملات الناس، لأن هناك أعمالا لا يقوم بها الواحد أو الاثنين، وإنما تحتاج إلى جماعة وإلى شركاء، تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى خبرات، تحتاج إلى أوقات، فلا يقوم بها إلا شركة من الناس. لذلك أباح الله سبحانه وتعالى هذا النوع، لأنه من مصالح العباد. نعم. وهي على أربعة أظهر. شركة يعني شركة في الفقه على أربعة أظهر: شركة العقود، شركة العقود، شركة الأملاك لم يتعرض لها المصنف، إنما أخذ شركة العقود، وهي التي تنقسم إلى أربعة أصناف. نعم. وهي على أربعة أظهر: شركة العنان، شركة العنان، وهي العنان، هذا العنان، شركة العنان، لأن العنان معناه السحاب، العنان معناه السحاب بالفتح، أما العنان فمعناها في الأصل رسن الدابة، رسن الفرس أو غيرها، هذا العنان، كما جاء في الحديث: آخذا بعنان فرسه. شركة العنان معناها أن يجتمع اثنان، يجتمع اثنان في العمل وفي المال، اشتركان في عملهما وفي مالهما، سميت عنان لتساويهما، تساويهما في ذلك، كل منهما يدفع قسطا من المال، وكل منهما يؤدي عملا في هذه الشركة، يبيعون ويشترون ويقاولون ويستثمرون، يشتغلون كلهم، سميت عنانا من المساواة، لأن كل واحد منهما يتساوى مع الآخر في ماله وفي عمله. نعم. وهي على أربعة أظهر: شركة العنان، وهي بالشركة بمالهما وبدنهما. هذا هو: يشترك بمالهما وبدنهما، يعني في العمل، كل منهما يعمل في هذه الشركة، وكل منهما له رأس مال فيها. نعم. وربحه لهما، وما جاء من الربح يكون بينهما على ما يشترطان، على ما يشترطان، أن يقول لك الربع وأنا لي الباقي، أو يقول لك النصف ولي النصف، على ما يشترطان.
لأن قد يكون واحد منهما أحذق في العمل وأكثر عمل ويحتاج إلى زيادة في الحصة، والآخر يكون عمله قليل ويحتاج إلى أو يستحق شيئا قليلا من الربح، فهو على كل حال على ما شرطاه الربح على ما شرطاه. نعم، فإن لم يشترط فإن الربح يكون بينهما بالسوية. نعم. فيمكن تصرف كل واحد منهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه. كل منهما يصح تصرفه في الشركة بحكم الملك في نصيبه فيها وبحكم الوكالة في نصيب الآخر، كل منهما وكيل عن الآخر في نصيبه. نعم. وهي جائزة بالإجماع، ذكره ابن المنذر. الشركة جائزة بالإجماع، إجماع أهل العلم، بل بالكتاب والسنة وبالإجماع، ذكره الإمام ابن المنذر في كتابه الذي ذكر فيه إجماعات العلماء. نعم. وإنما اختلف في بعض شروطها. نعم. وسميت شركة العنان لأنهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسهما وتساويا في السير، فإن عنانهما يكونان سواء كالفارسين إذا استويا في السير على فرسيهما، فإن عنان كل من الفرسين يتساويا. سميت الشركة بهذا لأن الشريكين متساويان في العمل وفي المال، كل منهما دفع مالا وكل منهما يقدم عملا في الشركة، وصار مثل الفارسين المتساويين في السير. نعم. ولا تصح إلا بشرطين، أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير. بشرطين، الشرط الأول أن يكون رأس المال الذي يقدم في الشركة من النقود، من النقود دراهم أو الدنانير يعني الذهب، من الذهب أو الفضة، أو يقوم مقامهما من النقود الورقية معروفة الآن. فلا يجوز لو كان واحد منهم قدم نقودا والآخر قدم عروضا، واحد قدم دراهم وواحد قدم سيارات أو قدم قماشا أو قدم طعاما أو تمرا، ما يصلح هذا، لازم يكون كل منهما يقدم نقودا، يكون رأس مال الشركة من النقود، لأنهما لو اختلفا فيما بعد وجب الرجوع إلى رأس المال، وإذا كان رأس المال من غير النقود لم يكن معلوما، لكن رأس المال من العروض لم يكن معلوما، أما إذا كان رأس المال من النقود صار معلوما، يمكن الرجوع إليه عند الاختلاف وعند الحساب. نعم. فلو قال بقدم أنا ما عندي دراهم لكن بقدم هالسيارة أو بقدم هالطعام أو هالتمر، قلنا لا ما يصح هذا، لكن بيع السيارة أو بيع الطعام وقدم الثمن. نعم. ولكن لا في صحة الشركة بينهما لأنهما حكمان مبيعات وقيم الأموال، لأنهما أي النقود الذهب والفضة أثمان البياعات. نعم. نعم. مسألة ولا يصح بالعروض وهو ظاهر المذهب، لا يصح أن يكون رأس المال من العروض كما ذكرنا. نعم. لأن هذه الشركة لا تخلو إما أن تقع على الأعيان أو قيمتها أو أثمانها، ولا يجوز وقوعها على الأعيان لأنها تقتضي الرجوع عند المفاضلة برأس المال، ولا مثل لها فيرجع إليه. العلة الجهالة، العلة الجهالة، لأن العروض تجهل قيمتها
فلا يمكن الرجوع إليها عند الاختلاف والمحاسبة. نعم. ما يكفي تقدير القيمة، ما يكفي. نعم، لازم تكون من النقود. نعم. وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر، فيستوعب بذلك جميع القيم. جميعا، قد يكون أحد العروض أثمن من الآخر وأغلى من الآخر، فلا، أما النقود فهي تتساوى، إذا قدم كل منهما نقودا إنها تكون متساوية لا اختلاف فيها، خلاف العروض فإنها تتفاوت، ولذلك ما يمكن الرجوع إليها عند الاختلاف. نعم. وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر، فيستورد بذلك جميع الجد وتنقص قيمته فيؤدي إلى مشاركة الآخر في ثمن ملكه الذي ليس برفق. نعم. ولا على أثمانها، لأنها معدومة حال العقد. لأنها معدومة حال العقد، الأثمان يعني قيم هذه العروض حال العقد معدومة، والمعدوم لا يمكن الرجوع إليه. نعم. ولا لمكانها، ولأنها تصير عند من يجوز، ولأنها تصير عند من يجوزها شركة معلقة عن شرط. نعم. وهو بيع الأعيان، ولا يجوز أن تكون واقعة على قيمتها، لأن القيمة غير محققة، لأن القيمة غير محققة المقدار، فيقضي إلى التنازع. نعم. ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه، فيشاركه الآخر في ثمن العين التي هي ملكه. على كل حال، العلة الجامعة هي الجهالة. نعم. وعنه يجوز، وتجعل قيمتها وقت العقد برأس المال، ودليله أن مقصود الشركة أن يملك كل واحد منهما نصف مال الآخر ويمكن تصرفهما. هذه الرواية الثانية، أن تقدر عند العقد قيمة كل منهما ويسجل، يقال هذا له كذا من رأس المال وله كذا، اعتمادا على القيمة المقدرة، لكن التقدير يختلف، والتقدير ليس حقيقيا وإنما هو اجتهادي، اجتهادي فلا يصار إليه. نعم. نعم. ودليل أن مقصود الشركة أن يملك كل واحد منهما نصف مال الآخر ويمكن تصرفهما، وهذا موجود في العروض، وصحة الشركة فيها كالأثمان. الشرط الثاني أن يشترطا لكل واحد منهما جزءا من الجزء مشاعا معلوما. الشرط الثاني من شروط صحة الشركة أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح، يبين ما لكل منهما، يعني يقال كل واحد لها النصف مثلا، أو كل واحد لها الربع وواحد له ثلاثة أرباع من الربح، لأن أحدهما قد يكون أكثر عمل من الآخر وأحسن خبرة من الآخر فيزاد نصيبه من الربح، لا بأس بذلك، المهم أن يكون نصيبه من الربح معروفا مشروطا عند العقد، لئلا يكون هناك نزاع عند النهاية، ويكون هذا النصيب مشاعا لأن يقال الربع، الخمس، السدس، مشاع، قل أو كثر، لك النصف، لك الربع، لك الخمس، قل الربح أو كثر، يزيد مع الزيادة وينقص مع النقص، هذا هو العدل. أما أن يقول لك من الربح، لك من الربح مثلا 500 ريال أو 1000 ريال مقطوعة من الربح، هذا لا يجوز، لأن الربح قد لا يصل إلى هذا الحد المقطوع، وقد يزيد كثيرا فيستأثر به الطرف الآخر، وهذا ما له إلا المقطوع، ويحصل النزاع. أما إذا قيل الربع، الخمس، العشر مشاع، فهذا هو العدل، لأنه يزيد مع الزيادة وينقص مع النقص، ربعه سواء قل أو كثر، نصفه، خمسه، قل أو كثر، هذا هو العدل، ولا يحصل نزاع في هذا. أما إذا قال لك 100 ريال، لك 1000 ريال، لك 500 ريال، فهذا فيه مخاطرة، لأنه قد لا يأتي هذا
قد هذا المبلغ يستوعب كل الربح، يبقى الثاني ما له شيء، أو يكون الربح كثيرا وهذا ما يأخذ منه إلا هالمقدار والباقي يأخذه الثاني، يحصل في ذلك شيء من يحصل في ذلك شيء من الندم والغبن على الطرف الذي لم يأخذ إلا قليلا، فلذلك منع كون النصيب من الربح مقدارا معينا مقطوعا. نعم، لا ما له علاقة بالربا، هذا ما في ربا، ما في تبادل حتى علشان يصير، ما في بدل شيء بدل شيء. نعم، وإنما فيه جهالة وغرر. نعم، ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة. نعم، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يختلف على رأي المال كل ربح أو نصفه أو ما بالمعامل عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء، يعني مشاع، جزءا من أجزاء يعني مشاع. نعم، ولأن استحقاق المضارب للربح بعمله فجاز ما يتفقان عليه من قليل وكثير كالأجرة في التجارة وكالجزء من الثمرة في المساقات والمزارعة. الضرب الثاني شركة الوجوه، وهو أن شركة الوجوه، شركة الوجوه، إيش معنى شركة الوجوه؟ معناها ما معهم دراهم، كل واحد منهم ما معهم دراهم، لكن قالوا نشتغل، يبدون عمل فقط بدون رأس مال، قالوا نشترك ونأخذ مقاولات من الناس وأعمال من الناس، وما حصل يكون بيننا، يكون بيننا على ما يشترطان، تقبلون الأعمال من الناس بذمامهما ووجوههما يعني كفالتهما، وما حصل من الربح يكون بينهما على ما يشترطان، هذه شركة الوجوه، لأنها ليس فيها مال وإنما فيها تقبل وتحمل للأعمال من الناس، هذه شركة الوجوه، هذه صحيحة لا بأس، لكن بشرط أن يبين نصيب كل منهما من الربح الذي يحصل كما سبق. نعم نعم، الوجوه ما فيها ذهب ولا فيها فضة ولا فيها شيء، ما فيها إلا عمل، بس اشتراك في عمل، اشتراك في عمل فقط. نعم، الضرب الثاني شركة الوجوه، وهو أن يشتركا فيما يشتريان بجاههما، بجاههما يعني بذمتهما، يشترون من الناس سلع ويبيعونها، يتقبلون أعمال ويعملونها للناس، بناء أو صناعة أو غير ذلك، يتقبلون أعمال من الناس بأجورات معينة، وبعد ذلك يتقاسمون الحاصل من هذه الأعمال، هذا جائز أيضا لأنه من التعاون على الخير وعلى الاكتساب. نعم، وهو أن يشتركان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما، كما ربحا فهو بينهما لأن مبناها على الوكالة والكفالة. نعم، كل واحد منهما وكيل عن الآخر وكفيل عليه أيضا. نعم، لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشتريه ويبيعه كفيل عنه بذلك. نعم، والملك بينهما على ما شرطاه نصفين أو أثلاثا أو أرباعا حسب ما يشترطان. نعم، والوضيعة على قدر ملكهما فيه، الوضيعة يعني الخسارة، الخسارة على قدر ملكيهما، فاللي له الربع يتحمل ربع الخسارة، واللي له النصف يتحمل نصف الخسارة لو حصل خسارة. نعم، ويبيعان
فما غلط الله تعالى فهو بينهما على ما خلقاه وهو جائز. نعم. ويحتمل ان يكون على قدر موتهما وهما في جميع تصرفاتهما. نعم. وما يجب لهما وعليهما في اقرارهما وخصومتهما بمنزله على ما سبق. نعم. يعني ما يحصل من الربح يكون بينهما على ما شرطه، وما يلزمهما من التبعة ومن الغرامة ومن حقوق الناس يكون عليهما أيضا، يتحملانه جميعا، ما يكون على واحد، يكون عليهما جميعا. نعم. الضرب الثالث المضاربة. الضرب الثالث شركة المضاربة. المضاربة أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر، يعني مجتمعة من مال وعمل، العمل من شخص والمال من شخص آخر، كأن تدفع دراهم لمن يتاجر بها بجزء من ربحها، تدفع لها 1000 ريال أو أقل أو أكثر على أن يبيع ويشتري بها وله جزء من ربحها، الخمس، العشر، النصف، الثلثان، على حسب الشرط. قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. هذه المضاربة. نعم. سميت مضاربة من الضرب في الأرض وهو السفر، لأن التاجر في الغالب يسافر. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض، يعني يسافرون، يبتغون من فضل الله، يعني يتاجرون، تجار يسافرون. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ضربتم يعني سافرتم. سميت المضاربة من هذا الباب لأن التاجر يحتاج إلى السفر والضرب في الأرض طلبا للرزق. نعم. الضرب الثالث المضاربة، وهو أن يدفع أحدهما ماله إلى آخر يتجه فيه. العمل من شخص والمال من شخص آخر. نعم. والربح بينهما. الربح بينهما على ما شرطا. فإذا بين نصيب واحد فالباقي يكون للآخر. إذا قال للعامل: لك الخمس، فمعناه أن 4 الأخماس الباقية لصاحب المال، أو العكس، إذا قال لصاحب المال: لك 5 الربح، فمعناه أن 4 الأخماس الباقية تكون للعامل. فإذا بُيّ النصيب واحد فإن الباقي يكون للآخر منهما. نعم. ولا يصح كما سبق أن يقول لك من الربح هالمبلغ المعين والباقي لي، لك 100 ريال، لك 50، لك 1000، لأن هذا مجهول، لأن قد لا يحصل هذا المبلغ، وقد يحصل أكثر منه فيحصل بذلك الغرر والجهالة. أما إذا جعل مشاعا صار يزيد مع الزيادة وينخفض مع الخسارة، وقد لا يحصل شيء فلا يكون للعامل شيء. إذا ما حصل ربح يصير عمل العامل يذهب عليه ويرجع رأس المال إلى صاحبه، لأنه ملكه. نعم. ويسمى مضاربة وقراضة. هذا معروف عرفنا، لكن قراض بالفتح، قراض معناها المضاربة، القراض هو المضاربة عندهم. لماذا سمي قراضا؟ لأنه لما أعطاه المال كأنه قرض شقا من ماله ودفعه للمضارب. قرض يعني قطع، تقول قرضت الثوب يعني قطعته، فهو قطع جزءا من ماله وأعطاه لهذا العامل يتاجر به. هذا معنى تسميتها قراضا. نعم. وينعقد بلفظهما هذا النوع من الشركة بلفظهما،
يعني يتلفظ ويقول أدفع لك المال على أن تضارب به ولك من الربح كذا، فيقول قبلت، فيقول قبلت. الإيجاب يكون من صاحب المال، والقبول يكون من العامل. هذا باللفظ. نعم. وإن عقدوا وكل ما يؤدي معنى الإيجاب والقبول، كما لو دفع إليه المال وأخذه بدون أن يتلفظ أحد منهما، فهذا يكفي. المعاطاة هذه تسمى المعاطاة، كما تكفي في البيع تكفي أيضا في الشركة. مثلا واحد فاتح المجال للناس، يقول اللي عنده مال، اللي عنده مال يبي نضارب به، يجي واحد يدفع له 500 ريال، 5000، بدون أنه يتكلم، فهذا يكفي. دفعه له يكفي عن الكلام عن النطق، لأن هذا شيء معلوم. أو الكتابة مثلا، كتبوا العقد ووقعوا عليه ولم يتلفظوا، الكتابة تكفي عن النطق. نعم. لأن القصد المعنى فجاز بما دل عليه الوكالة، جاز بكل ما دل عليه من لفظ أو كتابة أو معاطاة. نعم. وأجمع أهل العلم على جواز المضارب، لأن الأصل في المعاملات الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة، وليس هناك تحديد في ألفاظ المعاملات من الشارع، فكل ما اعتبره الناس عقدا فإنه يكون عقدا، كل ما تعارف الناس على أنه عقد فإنه يكون عقدا، لأن الله لم يحدد لنا ألفاظ العقود، أباح لنا البيع والشراء والشركة، وأباح لنا أنواع المكاسب، ولم يحدد لنا ألفاظ للعقود فيها، يرجع في هذا إلى العرف. نعم. وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة، الدليل على جواز المضاربة هي الواقع، ما فيها نص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن فيها الإجماع، إجماع أهل العلم، بل فيها عمل، فيها عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قبل البعثة، تاجر بمال لخديجة، سافر به وتاجر به، لكن هذا قبل البعثة. فالإجماع يكفي على هذا، الإجماع، إجماع أهل العلم يكفي دليل على جواز المضاربة، ولو لم يرد فيها نص يخصها من الشارع. والأصل في المعاملات هو الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة، إلا ما دل الدليل على منعه، هذا هو الأصل في المعاملات، بخلاف العبادات الأصل فيها التوقيف، إلا ما دل الدليل على شرعيته. العبادات الأصل فيها التوقيف، فلا يفعل منها إلا بدليل، خلاف المعاملات فالأصل فيها الإباحة، فلا يمنع منها شيء إلا بدليل، عكس العبادات. نعم. هذه قاعدة عظيمة في الفقه، إذا عرفت هذه القاعدة سهل عليك أمر العبادات وأمر المعاملات والفرق بينهما. نعم. يا شيخ عمل الرسول قبل البعثة ما يعتبر دليل؟ لا، قبل البعثة ما يعتبر، لكن يعتبر على الأصل. نعم. يعتبر على الأصل فقط، ما قبل البعثة ما بعد نزل شرع علشان. نعم. وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة، ذكره المنذر، ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم في عقدهم، فيكون إجماعا. الصحابة تعاملوا بالمضاربة، الصحابة ثبت أنهم تعاملوا بالمضاربة من غير نكير، ويكون ذلك إجماعا من أهل العلم، وهي من أحسن أنواع الشركة، المضاربة أحسن أنواع الشركة. نعم. وقد يكون الإنسان عنده مال، قد يكون الإنسان عنده مال ولكنه عاجز عن العمل أو ما يحسن العمل، ويكون الآخر بالعكس عنده معرفة وخبرة بالأعمال لكن ما عنده مال،
فمن المصلحة أن يتعاون هذا وهذا، هذا يتعاون بماله وهذا يتعاون بعمله وينتفع الجميع. هذا فيه توظيف فيه توظيف لقدرات الناس، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان ما يدخل في الشركة إلا إنسان عنده مال وعنده خبرة تعطلت كثير من المصالح. قد يكون بعض الناس عنده خبرة ولا عنده مال، والعكس يكون بعض الناس عنده مال كثير لكنه ما عنده خبرة. فمن المصلحة أن يتعاون هذا وهذا، هذا بخبرته وهذا بماله، والربح يكون بينهما. نعم. ولأن الناس حاجة إليها، هذا هو حاجة إليها كما ذكرنا. نعم. فإن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليد والتجارة. الدراهم والدنانير لو أنك وضعتها بالصندوق وسكيت عليها ما زادت، بل تنقص بالنفقة وبالزكاة كل سنة، حتى ربما تنفد في النهاية. لكن إذا قلبت بالتجارة وبيع وشري بها فإنها تزيد. ولذلك ينهى أن الإنسان يجمد أمواله، ينهى عن ذلك، لأنه إذا جمدها أولا إنه ما يخرج منها نفع، تكون مجمدة ولا ينتفع بها أحد. أما إذا طلعها وشغلها انتفعوا الناس بها، اشتغلوا وصار هذا موظف وهذا مضارب وهذا كاتب وهذا، يعني ينتفعون الناس من أموال التجار بهذه الطريقة. أما لو صك عليها وحط عليها 4 تقفول أو 5 تقفول ما أحد ينتفع منها، ولو هو تاجر ما انتفع، حتى هو ما ينتفع منها. لذلك يشرع في الأموال أنها تنمى وتستثمر، أولا لئلا تنقرض، وثانيا لينتفع الناس من ورائها بأعمالهم وخبراتهم. نعم. ولأن للناس حاجة إليها، فإن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليد والتجارة، وليس كل من يملكها يحسن التجارة، ولا كل من يحسن له رأس مال. ما كل من يحسن التجارة يكون عنده رأس مال، وما كل من عنده رأس مال يحسن التجارة. فلأجل ذلك أبيحت المضاربة، ينتفع هذا وهذا، بل ينتفع أطراف أخرى من العمال والكتاب والأجراء وأصحاب مثلا التحميل، أصحاب التحميل وأصحاب السيارات، تستأجر سيارات وتحمل هذه البضائع وتشيلها من مكان لمكان، تسافر بها إلى كذا، يحصل نفع لحركة، حركة للعالم. نعم. تحفيز إليها من الجانبين، فشرعها الله سبحانه لدفع الحاجتين. نعم. الضرب الرابع شركة الأبدان. الضرب الرابع شركة الأبدان، وهو أن يشترك فيما يعملان بأبدانهما. ناس ما عندهم مال ولا عندهم جاه، الناس ما يثقون بهم ويبيعون عليهم بدون مال، ما يثقون بهم انهم يفتحون محل ويشترون من الناس بذممهم ويبيعون يشترون بالذمم، الناس ما يثقون منهم. لكن عندهم ابدان قويه يستطيعون ان يعملوا، مثلا يشترون حمالين في السوق، حمالين، شركه حمالين يشيلون للناس بالاجره، أصحاب تكاسي، أصحاب سيارات، أو يحملون على رؤوسهم أو على ظهورهم، وما حصل يكون بينهما، هذا جائز لا بأس به، لأن هذا من مما تقوم به مصالح الناس. نعم. هذه شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، لا في ذممهما بل بأبدانهما، يبنون عند الناس، يخيطون الثياب، يحملون على سياراتهم أو على ظهورهم وما أشبه ذلك. نعم. نعم. ها؟
هذيك المساقات، هذيك مساقات ما هي مضاربة. نعم. لا هذيك مساقات هذه ما بعد لها باب خاص. نعم. الضرب الرابع شركة الأبدان، وهي أن الشركات. إن الآن نتكلم عن الشركة في المتاجرة، المتاجرة. نعم. وهي أن الشركات فيما يكتبان بأبدانهما من المباح إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه. يقولون لها نطلع للبحر نصيد سمك أو نستخرج لؤلؤ، نغوص ونستخرج لؤلؤ، نحن شركاء فيما نحصل. أو نطلع على البر نجمع كمعة، تعرفون الكمعة؟ ها؟ الفقع، نجمع كمعة وقت الربيع، أو نجمع مثلا كلا، نجمع العشب، نحش العشب ونجمعه، شركاء، نحن شركاء ونبيع، نجمع من هذه الأشياء ونبيع بالسوق، وما حصلنا هو بيننا، يجوز هذا لا بأس به. أو يقولون نخرج بالغزو، نخرج بالغزو ونشترك فيما نحصل عليه من الأسلاب، من أسلاب القتلى. نعم. أما الغنيمة فلا، الغنيمة هذه ما يأخذها، ما يستأثر بها المجاهد، وإنما تكون الغنيمة كما أمر الله سبحانه وتعالى، لكن السلب له وهو الثوب والسلاح، هذا للقاتل، إذا قتل كافرا فله سلبه، يعني ثوبه وسلاحه يكون للقاتل، أما ما معه من المال هذا يكون للغنيمة. نعم. كالاحتطام والتنصص على دار الحرب. تنصص على دار حرب، مثلاً يجلسون على الطريق وينهبون الكفار المحاربين، للكفار أصحاب الهدنة اللي بينهم وبين المسلمين هدنة وعهد، ما يجوز هذا، لكن اللي بينهم وبين المسلمين حرب، يجوز للمسلم أن ينهب أموالهم، لأن الله أباح أموالهم. فلو اشترك جماعة تلصصوا صاروا بالطرق، مسكوا طرق الكفار المحاربين صاروا ينهبون من أموالهم، فهذا مما أباحه الله ويكون شركاء فيه. أما الكفار الذي بينهم وبين المسلمين عهد، بينهم أمان، فلا يجوز هذا، يعني هذا خيانة للعهد، خيانة للأمان. نعم. وفي المعادن وسائر المباحات، يقولون نبي نستخرج من الأرض معادن، حفرون بالأرض ويلقون أشياء مخزونة من المباح، هذا من المباح لمن وجده، يملكه من وجده، إلا إذا كانت هذه المعادن أشياء عامة مثل النفط ومثل الذهب والفضة، هذه تكون للدولة، تكون للدولة في مصالح المسلمين، مثل الفيء وفي مصالح المسلمين، ما يملكه واحد. لكن الأشياء اللي ما تكون عامة، يبحث في الأرض اللي قاله شيء ثمين، حجر ثمين اللي قاله، هذا لا بأس، لمن وجد لقطة مثلا وجدها، وجد مثلا دفنا اللي هو الركاز، يعني أشياء نادرة، أشياء نادرة وهي لها قيمة، هذه لمن وجدها. نعم. فهي صحيحة لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: اشتركت أنا وسعد، وعمار، ويوم بدر كان الأمير أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين، رواه أبو داود واحتج به أحمد. هذا من أدلة شركة الأبدان، أن سعدا وعمارا وابن مسعود اشتركوا فيما يحصلون عليه من أسلاب الكفار، من أسلاب الكفار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين، وجاء ولم يأتي عمار وابن مسعود بشيء، فشرك بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بوجب العقد الذي بينهما. نعم. نعم. مسألة: وبحث في جميع ذلك على ما شرطاه، لأن الحق لا يخرج عنهما، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، على ما شرطاه قليلا كان أو كثيرا، لكن يكون هذا المشروط مشاعا كما سبق، ما يكون محددا بل يكون مشاعا، يزيد مع الزيادة وينقص مع النقص، ويعدم مع عدم الشيء، إذا لم يحصل شيء ما في شيء،
إذا حصل شيء قليل يشتركان به، إذا حصل شيء كثير يشتركان به. أما إذا حدد مبلغ معين فهذا لا يجوز، لأنه فيه مخاطرة لجهالة، قد يحصل وقد لا يحصل قد. نعم. طيب يا شيخ، إذا كان أحد العمال حماني إيه؟ أحدهم أضرب الثاني ويشيل أكثر من الثاني، لو يشرط زيادة يقول لي الثلثين ولك الثلث، ما يخالف حسب التراضي، إذا تراضى ما يخالف، لو يقول مالك إلا العشر ورضي بهذا ما يخالف. إيه نعم، لأن الحق لهما، فكيف ما اصطلح جاز. نعم. والوضيعة على قدر المال، الخسارة يعني، الخسارة على قدر المال. فمن كان له مثلا له نصف مال الشركة يكون عليه نصف الخسارة، ومن له عشر مال الشركة يكون عليه عشر الخسارة، بقدر ما بقدر نصيبه من المال. نعم. إذا حصلت وضيعة يعني خسارة. والوضيعة على قدر المال، وهي خسارة على كل واحد منهما بقدر ماله، قدر نصيبه في الشركة، قدر نصيبه من الشركة، اللي له ربع الشركة يتحمل ربع الخسارة، وهكذا. نعم. إن كان متساويان متساويان الخسران، إن كان رأس المال متساوي الأنصاف، كل واحد عليه نصف الخسارة لأن له نصف مال الشركة. نعم. وإن كان أثلاثا كان أثلاثا، وضيعة يعني. ولا معنى كان أثلاثا مسألة. نعم. ولا يجوز أن يجعل لأحدك، ولا يجوز أن يحمل واحد من الخسارة أكثر من نصيبه في الشركة، لا يجوز أن يحمل واحد من الخسارة أكثر من نصيبه في الشركة. يعني هذا اللي قلنا من الأول، ما يكون نصيب واحد منهم مقطوع، يكون لك 500 ريال والباقي لي، قليل ولا كثير، هذا لا يجوز. نعم. ولا ربح بشيء معين، ولا ربح شيء معين، يقول لك ربح هالسلعة، لك ربح هالسلعة والباقي لي، ما يجوز هذا، لأن قد تربح هذه السلعة وقد لا تربح، فلا يجوز هذا. لكن لك جزء من الربح عام مشاع. نعم. ولا ربح هذه السفرة، لك ربح هذه السفرة وأنا لي ربح السفرة التي بعدها، هذا ما يجوز، لأن قد تربح هذه السفرة وقد لا تربح، هذا شيء مجهول. نعم. وليكون مشتركين في جميع السفرات إلى أن تحل الشركة، من بداية الشركة إلى أن تحل، يكون مشتركين في الجميع، في الخسارة وفي الربح. نعم. لأن ذلك يفضي إلى جلب حظ كل أو يقول لك ربح هالشهر من الشركة ولا ربح الشهر اللي بعده، حظك نصيبك، يقول لا، هذا ما يجوز، هذا غرر وجهالة، قد يحصل هالشهر شيء وقد لا يحصل. نعم. لأن ذلك يفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح. نعم. ومن شرط المقاطعه ومن شرط المقاطعه كون ذلك معلوما فيحسب به العقد. نعم، كون ما يستحقه أحدهما معلوما، وما ذكر مجهول، والجهالة تفسد العقد. نعم. لأن الفساد بمعنى العوض المعقود عليه لأفسد العقد، كما لو جعل رأس المال خمرا أو خنزيرا. لا يجوز، يشترط في رأس المال أن يكون أيضا من المباح، أن يكون من المباح، فلو جعله من المواد المحرمة، ولذلك لا تجوز مشاركة من رأس ماله من الحرام، من رأس ماله من الحرام ما تجوز مشاركته، من الربا، من السرقة، من بيع الخمر، لا يجوز للمسلم أن يشاركه، إنما يشارك من كان رأس ماله من الحلال ولو كان كافرا، يجوز مشاركة الكافر، إذا كان رأس ماله من الحلال تجوز مشاركته ولو كان كافرا، لكن لا يتولى هو الشركة يستقل بها، لا بد من أن يشاركه المسلم في العمل فيها لئلا يتعامل بأشياء محرمة. نعم.
ويقرر في ذلك روايتان، إحداهما لا يطلب به عقد الشركة لأنه إذا حدث من الشرط بقي الإذن بحالة. نعم. ويقرر في ذلك روايتان، إحداهما لا يطلب به عقد الشركة لأنه إذا يعني المجهول إذا كان نصيب أحدهما مجهولا فعلى هذا التخريج الشرط يبطل، ولكن الشركة تكون صحيحة والشرط هذا يبطل. نعم. إحداهما لا يكون به عقد الشركة لأنه إذا حذف من الشرط بقي الإذن بحاله، يعني إذن كل واحد منهما للآخر في التصرف. نعم. والأخرى يبطل العقد لأنه إنما رضي بالعقد بهذا الشرط، فإذا فسد فاس الرضا به فقد كالشروط الفاسدة في البيع. نعم. مسألة، والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، يعني أن ذلك عقد جالس يشترط له من الشروط ما يشترط للمضاربة ويفسده ما يفسده. المساقات هي أن يدفع الشجر من النخل أو العنب أو الأشجار التي تغل. واحد عندها أشجار تغل لكنها تحتاج إلى عمل وسقي وهو ما عنده استعداد، يدفعها الواحد يسقيها ويعمل عليها ويصلحها بجزء من الثمرة. هذه المساقات معروفة عند الناس، يمسكون النخيل سنين معينة مسكونها للفلاحين يعملون عليها ويسكونها ويلقحونها ويجدونها ويكون لصاحب الشجر جزء من الثمرة. هذه المساقات هذه جائزة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر في جزء مما يخرج منها، دفع لهم النخيل نخيل خيبر يسقونها ويعملون عليها ولهم نصيب من الثمرة. هذه المساقات. أما المزارعة فهي أن يدفع أرضا لمن يزرعها بجزء من غلتها. أنت لك أرض زراعية تدفعها لمزارع يزرع عليها ولك العشر مما يحصل منها أو الخمس أو الثلث حسب الرغبة. هذا أيضا جائز على الصحيح، قولي العلماء جائز على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما فيها من شجر وزرع بجزء مما يخرج منها أو بشطر ما يخرج منها، والشطر النصف. أما ما جاء من النهي عن المزارعة، لأن فيها حديث تنهى عن المزارعة وأخذ بها بعض العلماء وقالوا المزارعة باطلة، فالأحاديث التي فيها النهي عن المزارعة محمولة على ما إذا شرط لصاحب الأرض ناحية معينة، قال ازرع أرضك ولك زرع هذه الناحية أو لك ما ينبت على السواقي والماديانات، فهذا هو الباطل، لأنه قد يحصل في هذا الجزء الذي شرط زرع وقد لا يحصل. أما إذا كان نصيب صاحب الأرض مشاعا في الغلة فهذا هو العدل، يزيد مع الزيادة وينقص مع النقص. فالمزارعة المنهي عنها ما كان نصيب العامل أو نصيب صاحب الأرض جزءا معينا من المزرعة أو زراعة ناحية منها أو ما ينبت على الماديانات وأقبال الجداول أو ما أشبه ذلك. وكذلك كراء الأرض يجوز على الصحيح، كراء الأرض، وكراء الأرض معناه لك أرض زراعية تدفعها الواحد يزرعها بالأجرة، يدفع لك كل سنة 1000 ريال أو 100 ريال كل سنة، كيف يزرعها ولا ما يزرعها، المهم يدفع لك هالأجرة المعينة. أيضا هذا جائز، يجوز كراء الأراضي على الصحيح.
هذا من مصالح الناس، ولو منع هذا تعطلت مصالح الناس. نعم. ومن العلماء من يقول إن النهي عن كراء الأراضي وعن المزارعة إنما كان في أول الإسلام، إنما كان في أول الإسلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومعه المهاجرون، والمهاجرون ليس معهم شيء، جاءوا من مكة تاركين أموالهم وأولادهم ما معهم شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة لأجل حاجة المهاجرين، فلما وسع الله على المسلمين أباح صلى الله عليه وسلم المزارعة، فالنهي عنها مؤقت فقط، مؤقت وقت حاجة المهاجرين، فلما أغنى الله المهاجرين أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الأراضي أن يتصرفوا فيها. هذا إجابة عن الأحاديث اللي فيها النهي. نعم. وحكمه مستقر المزارعة كذلك، يعني أن ذلك عقد جائز يشترط له من الشروط ما يشترط من الظاهر. جائز على الصحيح ولا فيه خلاف. نعم. ويفسده ما يفسدها. نعم. وسيأتي ذكرها إن شاء الله مسألة. سيأتي ذكرها في باب المزارعة وباب المساقات. نعم. مسألة. وتدبر الوضيعة من الربح، لأن الربح هو القاضي من رأس المال، وما لم يقضل فليس بربح، وهذا لا نعلم فيه خلافا. الخسارة تكون من الربح، خسارة تكون من الربح، يعني ما هنا ربح إلا بعد تكميل رأس المال، ما لنا ربح إلا بعد تكميل رأس المال، فإذا نقص رأس المال يكمل من الربح، وإذا بقي شيء يقسم بين العامل وبين المضارب، وإذا لم يبقى شيء فإن صاحب رأس المال يأخذه لأنه ملكه، وصاحب العمل يخلف الله عليه، ما حصل شيء. إنسان قد يشتغل ولا يحصل شيء، يخلف الله عليه. نعم. لأن إعطاءه شيء معلق بحصول الربح، ولم يحصل ربح فليس له شيء، ورأس المال هذا ملك لصاحبه ما يزول ملكه عنه. نعم. وليس لأحدهما البيع على سيئة لأن فيه تغريراً بالمال. ليس لأحد الشريكين البيع نسيئة يعني مؤجل، لأن هذا يضر بالشريك الآخر، بل يبيع بيعا حالا إلا إذا أذن له الطرف الآخر. نعم. وفيه وجه آخر يجوز لأن عرف تجار البيع، لأن وفيه وجه آخر يعني في المذهب وجه، الوجه معناه ما كان من كلام الأصحاب خلاف الرواية لما كانت من كلام الإمام. نعم. وفيه وجه آخر يجوز لأن عادة التجار من بيع نسب والربح فيه أكثر، يعني إن التصرف المطلق يشمل بيع النسيئة، وما دام أنه أذن له بالتصرف المطلق وعادة التجار كذا أنهم يبيعون حال ويبيعون نسيئة يجري على العرف. نعم. مسألة. وليس له أن يأخذ من الربح شيئاً إلا بإذن الآخر. ليس لأحد الطرفين لا صاحب المال ولا صاحب العمل أن يأخذ شيئا من الربح لنفسه إلا بإذن الآخر، لأن الربح مستحق لهما، ولا يجوز لطرف أن يستأثر بشيء منه إلا برضا الآخر، قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا يجوز للمضارب أنه يأخذ من الربح شيئاً لنفسه بدون إذن صاحب رأس المال، ولا يجوز لصاحب رأس المال أنه يأخذ شيئاً من الربح بدون إذن العامل، ما يقول هذا ربح مالي أباخذ، ولا يقول العامل هذا بسبب تعبي وباخذ، لا، لازم من التراضي بينهما على ذلك. نعم. لأنه إذا أخذ من الربح شيئاً يكون قرضاً في ذمته، فلا يجوز إلا بإذن كما في الوديعة. نعم. حتى ولو قال به قرض، حتى ولو قال أبا أخذه على أنه سلف، نقول لا، لازم السلف لازم من إذن الطرف الآخر. نعم. باب المساقات والمزارعة. يكفي.
فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يكون عدد المخالفين في الشركة المضاربة أكثر من اثنين؟ يجوز أن يكون الشركاء في المضاربة أكثر من اثنين، ما في مانع. نعم. الشركات الآن اللي تبيع، شركات التوريد والبيع والشراء ضخمة، يعني شركات ضخمة ما يبع على اثنين فقط. نعم. هل يشترط لصحة شركة المضاربة أن يكون المال المدفوع من النقود أو كسب العروض؟ فمثلاً لو دفع أحدهما إلى آخر الجزء ليعمل به الآخر، والربح يقتسمانه بينهما حسب كسبة معينة. ما تكون هذه مضاربة؟ إذا دفع لها جهزة يبيعها والربح بينهما، ما نسمي هذه مضاربة، هذه نسميها سمسار، نسمي هذا سمسار. دفعت له شيء يبيعه وتعطيه شيء من الثمن، هذا سمسرة، دلال، يعني دلال، ولا نسميها مضاربة. نعم. نعم. شخص يملك مطعم مجهز تأجيرا كاملا، وقرر تأجير هذا المطعم بمبلغ محدد شهريا، والسؤال لماذا تسمى هذه الصورة وهل هي جائزة؟ هذه جائزة وتسمى إجارة، ما تسمى شركة، إجارة. عندك مطعم تأجره الشركة أو الشخص، هذا يعتبر إجارة، أجرت المباني والأدوات لهذا الشخص على أنه يطبخ فيها الطعام ويقدمه للناس، يدفع لك إجرة شهرية أو سنوية، هذا إجارة. نعم. مثل ما أجرت الدكان أو أجرت البيت أو سواء، أو أجرت السيارة. نعم. هذا اللي قلنا ما يجوز، هذا ما يجوز. أنت قدمتهم عمال برواتب، خلهم يشتغلون برواتبهم فقط. نعم. أما مبلغ مقطوع يدفعونه لك، هذا أول شيء أنه خلاف النظام، وثانيا أن هذا فيه ظلم للعمال، لأنهم قد لا يحصلون على هذا المبلغ هذا، وأنت ملزمهم يجيبون هذا المبلغ، ربما يسرقون من الناس علشان يسددون لك هذا المبلغ، لأن ما حصلوا، إيش يسوون؟ وانت بتسفرهم لو ما اعطوك اياه، وهم يضطرون الى التوصل الى تحصيل المبلغ ولو بالحرام، حتى ان بعضهم والعياذ بالله ذكر انه يسمح بعرضه، علشان يحصل ما يدفعه للكفيل. هذا حصل شيء من هذا. اي نعم. كل هذا نتيجه تلاعب الناس الامور هذه. نعم. بعضهم يسرق، بعضهم يقتل، يسطو على البيوت من أجل وإيش؟ من أجل يحصل هالمبالغ اللي هو ألزم بها. صعب إنها. نعم. فضيلة الشيخ، ما تفعل شركات الجوازين من اشتراك مبلغ محدد على الساعة؟ هل يستفيد ذلك؟ كلها أسئلة مكررة، كلها الجواب عنها واحد. نعم، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ، اشترك بعض الإخوان في شركة وتولى إدارة أحدهم نظيرة من الربح وخصم المصروفات من مكتبات العمال، والقام بالإدارة يضيف جميع مصروفات على الشركة كما تقول ذلك. حسب الشرط، حسب ما يشترطون. إذا تراضوا على هذا الشيء، وأن أحد الشركاء يقوم بالعمل في مقابل راتب، وما وله أيضا نصيب من الربح مع الراتب، الراتب في مقابل عمله، ونصيبه من الربح في مقابل اشتراكه في الشركة، ما في معنى، حسب ما يشترطون. نعم. هل وجود الآثار من باطن الأرض يجوز بيعها مثل التماثيل؟ الأشياء المحرمة ما يجوز بيعها، مثل التماثيل هذه ما يجوز بيعها، لأنها يجب إتلافها، أن التماثيل هذه أصل الوثنية، وسبب الوثنية التي حصلت في بني آدم إنما سببه التماثيل والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدع صورة إلا طمستها،
الواجب طمسها وإتلافها، لا يجوز بيعها. الصور ما يجوز بيعها، لا التماثيل ولا الصور الفوتوغرافية ولا الصور المرسومة ذوات الأرواح. أما صور أشياء ليس فيها روح، لوحات يرسم عليها جبال أو أنهار أو أودية أو بساتين أو أشجار، ما خالف، هذه لا بأس. باب أو غابات من باب الزينة لا بأس بها. أما صور ذوات الأرواح فلا يجوز، سواء كانت تماثيل أو رسوما على أوراق أو كانت صور فوتوغرافية، لا يجوز بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأخبر أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة ولا كلب. فيجب إتلاف الصور، إنما يستثنى منها ما دعت إليه الضرورة ولا يباع. ما دعت إليه الضرورة مثل صورة حفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة، هذه أصبحت ملزمة ضرورية، لو لم يعملها الإنسان تعطلت مصالحه، هذا من باب الضرورة. وأنت لم تحتفظ بها حبا لها، وإنما احتفظت بها لأنك مضطر إليها. كذلك الصور الممتهنة التي تداس كالصور اللي تلقى في الأرض ويمشى عليها وتداس وتمتهن، لا بأس، هذه ممتهنة. نعم. ما هو الفرق بين الشركة الوجوه والأبدان، لأن كل كلاهما لا مال عندهما؟ الفرق بينهما واضح، أن شركة الوجوه هذه في الذمم، تتعلق بالذمم والوجاهة وثقة الناس بالشخص. أما الأبدان هذه تتعلق بالبدن، ما يكسبه البدن يحترف ويحصل آجار البدن. نعم. مثلا يحتطب، يجمع حطب من البر ويبيع، يجمع علف ويبيع، يجمع، هذه شركة أبدان، يعني ما يحصله ببدنه. نعم. لا، ما يجوز الملاكمة، ما تجوز، يعني فيها خطر على النفس، فيها خطر على النفس بدون فائدة، ما تجوز الملاكمة. المسابقات هذه كلها حرام لي من هالنوع هذا، وهي من أكل المال بالباطل. نعم. قول الشيخ: لو لم يحدد إذا لم يحدد الربح في العقد فإنه يكون بينهما نصفين، لأن الأصل في الشركة التساوي في الاستحقاق. قال تعالى: فهم شركاء في الثلث، معناه أنهم يتساوون. إذا كانوا عشرة كل واحد لهم له عشر الثلث، إذا كانوا خمسة كل واحد له خمس الثلث، إذا كانوا اثنين كل واحد له نصف الثلث. فإذا أطلقت الشركة بين الأشخاص اقتضت التساوي بين المستحقين. نعم. قضية الشيخ: إذا كان الحكم الشرعي لم يرد فيه نص كالمضاربة، لكن هناك دليل آخر هو الإجماع، كما حكم العبارة التي قالها المصنف رحمه الله المضاربة فشرعها الله سبحانه، وهي كما سبق من اسم الناس. الإجماع شرعه الله، الإجماع من الأدلة القطعية، الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع، هذه لا خلاف فيها بين أهل العلم. الإجماع حجة لا خلاف فيها بحجية الإجماع بين أهل العلم، إلى صح الإجماع، إلى صح الإجماع فلا خلاف، لأنه حجة وله أدلة من الكتاب والسنة.
قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. اتباع سبيل المؤمنين هذا معناه اتباع الإجماع، ما كان عليه المؤمنون هذا إجماع، فلا يجوز مخالفته. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. فهذا من أدلة حجية الإجماع، ما كان عليه المسلمون إنه لا تجوز مخالفته. نعم، والمسلمون أجمعوا على المضاربة. نعم. هل يجوز تكليف البنوك الربوية بالمضاربة كما هو الآن في بعض البنوك؟ نحن قلنا لا تجوز مشاركة من كسبه حرام أو ماله حرام، والبنوك الربوية كسبها حرام تشتغل بالربا، لا يجوز مشاركتها. نعم. إذا كان ما يستخرج من الأرض هو آثار وهي تماثيل وغيرها من ذهب وفضة وحجر ولها قيمة في السوق، هل تباع على هذه الهيئة الصورة؟ أما قضية التماثيل هذه لا يجوز بيعها لأن يجب إتلافها وليست مالا، هي ليست من الأموال لأنها حرام، والمال إنما يكون من المباح. أما الذهب والفضة هذه لها حكم آخر، إن كان الذهب والفضة من نقود المسلمين أو من نقود أهل العصر هذه لقطة لها حكم اللقطة، ينادى عليها حتى يوجد صاحبها. أما إذا كانت هذه النقود قديمة من دفن الجاهلية قديمة ما يدرى لمن، لا يدرى هل هي للمسلمين ولا للكفار، فهذه يسمونها الركاز، يكون لواجدها الخمس، يدفع واجدها الخمس، الخمس يدفعه لبيت المال، وأربعة الأخماس تكون له، أربعة الأخماس تكون له، يدفع خمسها لبيت المال وأربعة أخماس تكون له. نعم. وإذا كانت الدولة تمنع ذلك فهل نأثم بالبيع؟ تمنع إيش؟ تمنع بيع التماثيل؟ الذهب والفضة ما يباع، قلنا إنه إن كان معروف أهله فإنها تكون لقطة، وإن كان أهله غير معروفين ما يدرى هو من نقود المسلمين أو من نقود الكفار، ما عليه علامة، لا علامة مسلمين ولا علامة كفار، هذا حكمه الركاز، يدفع خمسه لبيت المال والباقي له. نعم. ما دامت نقود ذهب وفضة فيه ركاز، تماثيل ما يجوز بيعها ولا هي بآثار ما إذا كانت تماثيل من الذهب أو من الفضة تكسر وتباع، يباع ذهبها ينتفع بالذهب والفضة، أو حديد مثلا، نفرض أنه حديد له قيمة وهو تمثال، يكسر يعني يزال صورة التمثال ينتفع بالحديد، ينتفع بالحديد لأنه حديد مال يتمول، لكن تزال الصورة المحرمة فقط. نعم. فضيلة الشيخ، اشترط رجلان في التكميل على مظهورهما وكسب أحدهما 150 ريالا ولم يكسب الآخر 50 ريالا فقط، فهل تجمع؟ أي نعم تجمع، ويكون على حسب ما شرطاه، يكون الاستحقاق على حسب ما شرطاه، يشتركون فيما حصل، حتى لو واحد جاب نقود والثاني ما حصل شيء اليوم يشترك مع أخي فيما حصله. دليل قصة سعد وابن مسعود وعمار، سعد جاب ياسيرين وزميله ما جاءوا بشيء وتشاركوا، أن هذا موجب العقد بينهما. نعم. يقول ما ظلم، هذا عقد، هذا عقد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود،
أما إذا كان جلس ولا اشتغل ما له شيء، لكن إلا من نراع وتعب ولا حصل شيء شكوى إلى الله. لكن لو أنه جلس ولا اشتغل وقال والله أنا ما أنا بشاغل هذا ما له شيء، لكن طلع وراح وتعب ولا حصل شيء يشترك مع أخيه اللي حصل. نعم. نهي كراهة، أو نهي تحريم، نهي كراهة، لأن إذا جمدت تعطلت مصالحها. أولا هي تتضرر بأنها تنقص بالزكاة وبالإنفاق، وثانيا الناس يحرمون من فوائدها. والله جل وعلا يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أنها تقوم بها مصالح العباد، مصالح المالك ومصالح الناس أيضا، ينتفعون بالآجار، ينتفعون بالصدقات، ينتفعون بالزكاة، يعني نفع المال مشترك. نعم. كما ترون الآن الناس اللي أعطاهم الله أموال كم اللي يشتغلون عندهم من الناس، من الكتاب ومن العمال ومن مثلاً السيارات اللي تحمل، ومن كل هذا من فوائد المال، كل هذا يستفيد منها الناس، تقوم عليه أسر وبيوت وتقوم عليه بلدان. هذا ما يسمونه الآن بالاستثمار، استثمار طيب إذا كان في الحلال. نعم. لو أن التجار سكوا على أموالهم ولا اشتغلوا فيها تعطل كثير من الناس، ما صار لهم أعمال ولا حرفة ولا شيء، تعطلت مصالحهم. لا تقول هذا مالي بصك عليه وكيف الناس، تأثم بهذا لأنك حطلت مصالح الناس. نعم. قضية الشيخ، لو استخدم شخص على أنه سائق ويعمل سائق ولكن يشغله في أمر آخر من التنظيف والراتب هو لا زيادة فيه. نعم. لو استخدم شخص على أنه سائق ويعمل سائق ولكن يشغله في أمر آخر من التنظيف والراتب هو لا زيادة فيه، على حسب ما يتراضون، إذا تراضى هو العامل على هذا تسامح معه، وجايب السائق وأضاف إليه عمل آخر مثل تنظيف البيت أو ما أشبه ذلك، إذا رضي العامل بهذا فلا بأس، وإذا طلب تعويض يلزم أنه يعطى تعويض. أما إذا بدل هذا بدون لرضاه وبدون طلب تعويض فلا راجع له. نعم. طيب إذا كان الشرط على انه سائق لكن هو رضي انه ينظف البيت وانه ها رضي ما يخالف، اذا رضي ما يخالف، واذا طلب تعويض يعوض. نعم. هذا الشيخ قال المؤلف عنه يجوز وتجوز وتجعل قيمتها الى اخره، الى من يرجع القميص فيه وعنه؟ هذا ذكر كثيرا في الكتاب. عنه الإمام أحمد، يعني إذا قال عنه يعني عن الإمام أحمد، هذه رواية. نعم. قال الشيخ كتاب الزاد وغيره من كتب الفقه فيها أفكار تدل على الخلاف القوي والضعيف، تدل على أن هذا هو رأي الإمام أو رأي الأصحاب، فلو ذكرتم ذلك فقدتم الله. كيف؟ كتاب الزاد وغيره من كتب الفقه فيها أفكار تدل على الخلاف القوي والضعيف، وتدل على أن هذا هو رأي الإمام أو رأي الأصحاب، فلو ذكرتم ذلك وفقكم الله. الأصل أن الكتب المذهب مؤلفة على رأي الإمام، لكن إذا كان فيها شيء ليس من رأي الإمام ينص عليه، قال تخريج أو وجه أو استظهار، لازم ينصون على هذا، استظهر فلان، خرج فلان، أو فيه وجهان، إذا قال فيه وجهان أو ثلاثة أوجه معناها لغير الإمام أحمد، لتلاميذه أو أتباعه. أما إذا سكت فالأصل أنه من رأي الإمام، نعم، على قواعد الإمام. نعم. لو يقولون للخلاف الضعيف، لو حتى للمتساوي. نعم. أحسن الله
لكن هذا ما وجدنا فيه نص من كلامهم، لكن هذا متعارف عليه عند الناس أو عند طلبة العلم، كأنه بالممارسة والمتابعة، لكن ما وجدنا قواعد تنص على هذا، إن حتى لكذا ولو لكذا وإن لكذا، إنما هذا قالوا بالممارسة والاستقراء. واللي يطالع أو مقدمة الكشاف، واللي يطالع مقدمة الكشاف يعرف هذه الاصطلاحات، أو يطالع في آخر الإنصاف للمرداوي أيضا يعرف اصطلاحات الفقهاء ونصوص الإمام وأقوال المتأخرين، يعرف هذه الأشياء. نعم. السلام عليكم شيخ ورحمة الله، من العلة للتحليل على الأهل الإسلامية، علما بأن ليس فيها آلات موسيقية ولا كلمات فاحشة، بل تحمل كلمات ممعنة تدفع عن جهاد وعنف القرآن وغير ذلك من الأعلام الفاضلة. والصحابة رضي الله عليهم كانوا يقولون الشعر بتلحيق، بل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: فأنزلني السكينة علي مثبت الأقدام إلى خير، فمن تعليمك حبيبة الله وما تعلم. الأناشيد اللي في أصوات جماعية وملحنة لا تجوز، لأنها من الأغاني، تدخل في الأغاني. أما إنشاد الشعر، ينشد الشعر واحد والبقية يستمعون، أو كلهم ينشدون كلهم بصوته مستقل عن الآخر كما في السفر أو غيره، لا بأس بذلك، هذا جائز، هذا ما يسمى أناشيد، يسمى إنشاد، إنشاد الشعر، كل واحد ينشد لنفسه، أو واحد ينجد والباقين يستمعون، مثل الحادي اللي يحدو الإبل أو يحدو الركب بالليل، يسيرون معه علشان ما يضيعون في الطريق، هذا لا بأس، هذا يسمونها الحداء، حداء الإبل. أما أن ننظم جماعة من البزلان ومن الصبيان ونخليهم يلحنون ويغنون، هذا إنما جاز عند الصوفية، الصوفية هم اللي يتلذذون بالأشياء هذه ويعتبرونها من الدين. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الأناشيد الآن أصبحت شعاراً للأحزاب، أشعاراً للأحزاب المتفرقة والجماعات المتفرقة، تثير الشر وتثير الأحقاد، تبث الفتنة بين الناس والتحريش، فلا تجوز من عدة نواحي. أما إنشاد الشعر هذا أمر جائز، وأنشد عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنشد في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنشد حسان وأمره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضع له منبرا في المسجد ينشد منه، لا بأس بذلك. إنشاد الشعر، في فرق بين الإنشاد والأناشيد، فرق واضح بينهما. نعم نعم. هذه سهلة مسألة الهيجنة، لكن الآن جاء بلن جديد، هذا اللي في السفر أو في الطريق أمر سهل، لأنه ينشط المسافرين ويمشيهم ولا يلزم عليه فتنة، لكن الآن جاء تلحين وتنغيم ترانيم مثل أرانيم النصارى، مثل ترانيم النصارى تماما، ومثل ترانيم الصوفية في هذا من ناحية. والناحية الثانية أصبحت هذه الأناشيد شعار للأحزاب، الأحزاب الجماعية هذه اللي الآن تفرقت وصارت كل حزب لهم منهج وكل حزب لهم طريقة، ويعادون الأحزاب الثانية وهكذا، أصبحت الأناشيد شعارات لهم، فمن هذه الناحية أيضا لا تجوز. إضافة إلى أن هذا من الأغاني، هذا نوع من الأغاني، وإنما سمح بما لا يترتب عليه ضرر، مثل الحدى في السفر، هذا ما يترتب عليه ضرر، مثل غناء الجواري الصغار الذي سمع، الذي كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يترتب عليه ضرر، مثل غناء النساء في وقت العرس مع ضرب الدف ليلة الزواج، لأن هذا من إعلان النكاح، هذا فيه مصلحة ولا يترتب عليه ضرر. أما إذا ترتب عليه أضرار مثل ما ذكرنا، حزبية أو أغاني أو تشبه بالنصارى أو فتنة بالأصوات، حتى أن بعضهم يتلذذ بأصوات المردان وأصوات الصبيان، هذا محرم لا يجوز. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.